حياكم الله مشاهدينا ومتابعينا على شاشة قناة الفجان. نرحب فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي 7 على 7، واللي ظل عليكم من مطلع الشمس المطلع من إمارة الفجيرة، وجلبنا لكم أكيد الكثير من المواضيع والأخبار من كافة إمارات الدولة وإمارة الفجيرة على وجه الخصوص. إن شاء الله اليوم مواضيعنا كلها جميلة ورائعة وإيجابية. مشاهدينا الكرام، طبعا في هذه الأيام تشهد الأمة الإسلامية مناسبة غالية على قلوبنا جميعا، وهي طبعا أهم مناسك وأركان الدين الإسلامي، الحج. طبعا هو على هذا الموضوع غادر البلاد نحو 100 حاج من أسر الشهداء لأداء فريضة الحج لهذا العام ضمن حملة الحج السنوية التي ينظمها مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبو ظبي. وقال الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان المدير التنفيذي لمكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبو ظبي، إن حملة الحج التي ينظمها المكتب للسنة الرابعة على التوالي تأتي تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتقديم أشكال الرعاية والدعم لكافة أبناء وأسر الشهداء وذويهم، ومن ضمن هذه المبادرات التيسير عليهم في أداء فريضة الحج. وأضاف أن هذه الحملة تأتي امتدادا للجهود التي يبذلها مكتب شؤون أسر الشهداء في ظل اهتمام ومتابعة القيادة بأسر شهداء الأبرار وذويهم، وطرح المبادرات النوعية التي من شأنها الإسهام في تلبية احتياجاتهم وتمكينهم في مختلف المجالات. وأوضح أن مكتب شؤون أسر الشهداء عمل خلال الفترة الماضية بالتعاون مع الجهات المختصة على تسخير الإمكانات كافة في توفير جميع المستلزمات لضمان راحة الحجاج وتمكينهم من أداء مناسك الحج بكل سهولة ويسر ضمن أجواء تراعي سلامة المشاركين في الحملة وصحتهم. وأيضا دعا الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان الله تعالى أن يتقبل من زوار بيته العتيق حجهم وعبادتهم، ويعيدهم إلى أرض الوطن سالمين غانمين بإذن الله، وأن يغفر ويرحم شهداء الوطن الأبرار. من جانبهم أعرب طبعا عدد المشاركين في حملة الحج لهذا العام من أسر الشهداء وذويهم عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة على مبادراتها ومتابعتها شؤونهم والتيسير لهم في أداء هذه الفريضة المباركة، مشيدين بجهود مكتب شؤون أسر الشهداء في تقديم الدعم لهم في طبعا في كافة المجالات الصحية والسلامة بشكل عام. مشاهدينا الكرام، موضوعنا اليوم متنوعة في هذه الحلقة، وإن شاء الله بنتطرق لموضوع التجارة الإلكترونية وما هي طبعا تفاصيلها وإيجابياتها وسلبياتها، وأيضا 700 مؤسسة في دبي ملتزمة ببيان السعرات الحرارية على قوائم الطعام. وبنروح وياكم لموضوع دور قسم حماية المستهلك في التحقق من الفاتورة الضريبية، وبنختم وياكم إن شاء الله مع ورشة فن التمثيل المسرحي الإعلامي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة في ختام هذه الفعاليات أكيد، وأيضا موضوع وعن الاحتفال باليوم العالمي للتوأم إن شاء الله راح تكون هذه مواضيعنا خلال حلقتنا لهذه الليلة. الآن بسير وياكم لمبادرة توفير معلومات السعرات الحرارية على قوائم الأطعمة التي أطلقتها بلدية دبي بمشاركة أكثر من 700 مؤسسة غذائية. للمزيد من التفاصيل معنا عبر الهاتف الأستاذة جهينة العلي، مدير قسم التصاريح والتغذية التطبيقية بالإنابة في إدارة سلامة الغذاء ببلدية دبي. أهلا وسهلا في الأستاذة جهينة. يا أهلا فيكم، مساء الخير. مساء النور والسرور، حياك الله. الله يحفظك. بداية نود أن نتعرف معك بنبدأ عن مبادرة توفير معلومات السعرات الحرارية على قوائم الأطعمة وما هي تفاصيلها. طبعا أطلقت بلدية دبي مبادرة ريادة في بيان السعرات الحرارية على قوائم الأطعمة في المؤسسات الغذائية مثل المطاعم والمقاهي والفنادق بشكل طوعي. نعم. تهدف هاي المبادرة لتعزيز الوعي بالقيمة التغذوية للوجبات الغذائية اللي متوفرة داخل هذه المؤسسات الغذائية، لتمكين المستهلكين لاختيار الوجبات المناسبة لاحتياجاتهم. طبعا هذا سعيا من بلدية دبي إلى دعم الجهود في تخفيض معدلات السمنة والأمراض المتعلقة فيها مثل السكري والضغط وأمراض القلب. نعم، ماذا عن الملتقى الذي يعد خصيصا للمؤسسات المشاركة أيضا في هذه المبادرة؟ طبعا أتت هذا الملتقى اللي أعدتها الدائرة
خصيصا هاي المؤسسات اللي أبدت استعداد ورغبتها بالمشاركة. طبعا شارك معنا خلال الملتقى أكثر من 40 مؤسسة غذائية ومجموعات ضيافة بينت في هذا الملتقى عن مدى رغبتها بالالتزام بتوضيح معلومات السعرات الحرارية على قوائم الأطعمة الخاصة فيها قبل نهاية عام 2019، والمتوقع أن هاي المبادرة تشهد مشاركة أكثر من 700 مؤسسة غذائية بأفرعها المتنوعة في إمارات دبي قبل نهاية 2019 إن شاء الله بإذن الله تعالى. أيضا خبرينا عن رؤية بلدية دبي تجاه تحقيق صحة أفضل للمستهلكين. طبعا دبي معروف عنها التميز والريادة في معظم مبادراتها ومشاريعها، وتتمثل رؤية بلدية دبي في بناء مدينة سعيدة ومستدامة. توفير المعلومات وبيانات السعرات الحرارية على الأغذية من قبل المستهلكين، تخلي المستهلكين يتخذون قرارات أفضل نحو الأغذية اللي يستهلكونها خلال اليوم، وبالتالي ممكن يختارون خيارات صحية بطريقة أفضل بحكم أن هم ممكنين أكثر بالمعلومات المطروحة داخل هذه المؤسسات الغذائية. طبعا المؤسسات الغذائية لما تتبنى هالنوع من الشفافية تزيد ثقة المستهلكين والزوار لهذه المطاعم، وبالتالي يكون في نوع من الاستدامة لتوفير أغذية صحية وأغذية ذات سعرات حرارية منخفضة أكثر تلبي احتياجات الجمهور. نعم، ما مدى أيضا تجاوب المؤسسات الغذائية في توفير معلومات عن السعرات الحرارية للأطعمة؟ الصراحة التجاوب كان جدا جيد بحكم أنه كان في استعداد من هذه المؤسسات الغذائية. يعني لو أنا بقول لو إحنا مثلا عملنا هذه النوع من المبادرات قبل 5 أو 6 أو 10 سنين يمكن ما راح يكون في هذه المؤسسات هذا النوع من الفهم لهذا النوع من المبادرات، لكن نعم. اليوم صار في إقبال كبير من الجمهور والمستهلكين ويعني طلب لهذه المعلومات. نعم. فبالتالي المؤسسات أبدت رغبتها على طول أن هي توفر هاي المعلومات، وخاصة المؤسسات الغذائية لها أفرع متعددة. نعم. أو اللي لها مثلا يعني علامات تجارية عالمية. فكان الاستعداد والرغبة كانت جدا إيجابية في طرح هذا النوع من المعلومات. أستاذة جهينة، أيضا ما مدى أهمية تعزيز الوعي بالقيمة الغذائية للوجبات التي يتناولها المستهلكون في إمارة دبي على وجه الخصوص؟ طبعا الوجبة الغذائية اليوم يعني اللي مطروحة من المؤسسات الغذائية عليها قبالة كبير من السكان، خلينا نقول إمارة دبي بحكم النمط السريع للحياة الناس قامت تلجأ لأنها تختار خيارات الأغذية اللي تكون مطروحة في المطاعم أو في المقاهي وعلى وجه السرعة. لكن بتوفر هاي المعلومات يعني تخلي الأشخاص أو الناس تتخذ قرارات أفضل لما تختار الأغذية اللي تأكلها، لأن في النهاية لازم يكون في وعي في هاي مدى الطاقة اللي ممكن توفرها الأغذية هذه، وبالتالي كيف تنعكس على صحة المستهلك أو الإنسان. فهي جدا مهمة والناس صارت لها يعني وعي أكثر، وخاصة في إمارة دبي لأن أنت طرحت السؤال عن إمارة دبي. أنت عارف أن السكان عندنا متنوعين والزوار والفئة العاملة متنوعين وجايين من بلدان مختلفة بثقافات مختلفة. نعم. قد تكون هذه النوع من المعلومات مطروحة في البلدان الأخرى، فأتت الرؤية في أن يجب توفير هذه النوع من المعلومات وتمكين المستهلكين من هذه الجوانب. نعم، أيضا ما هي الطرق التي تساهم في تشجيع المؤسسات في توضيح السعرات الحرارية على جميع الأغذية الجاهزة برأيك؟ تشجيع المؤسسات أنت عارف يعني هالنوع من المبادرات هي مبادرة طوعية، طبعا تشجع المؤسسات يكون لها مثل ما تقول acknowledgement يعني ان المؤسسات الغذائيه هذه بلدية دبي يعني تقدر جهودها وتعمل لها هذا النوع من الملتقيات، وبالتالي يكون في نوع من التنافسيه بين المؤسسات ايضا. يعني اليوم 700 مؤسسه لها هذا النوع من الرغبه او القبول لهالنوع من المبادرات. نعم. فيصير نوع من التشجيع للمؤسسات الاخرى ايضا في المستقبل. صحيح. صحيح. كيف تساهم أستاذة جهينة برأيك يعني مثل هذه المبادرة في تحقيق التميز والريادة في إمارة دبي؟
طبعا هي مبادرة أولى من نوعها على مستوى الإمارة أو حتى على مستوى الدولة، فهي تجربة جدا إيجابية ومتميزة، وأيضا هي بكونها طوعية حاليا نعم تعطي المؤسسات القدرة على التمكن في توفير هذه المعلومات بطريقة جدا يعني سلسة، ويكون لها الوقت الكافي أنها توفر الموارد اللي نعم ممكن أنها هي تخلي هاي النوع من المعلومات مطروحة وموجودة بين الجمهور. نتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق، وأكيد شاكرين لكم هذه المبادرة الرائعة. شكرا لك للأستاذة جهينة العلي، مدير قسم التصاريح والتغذية التطبيقية بالإنابة في إدارة السلامة الغذائية في بلدية دبي. شكرا جزيلا لك. شكرا، يعطيك العافية. شكرا شكرا. مشاهدينا الكرام، بنسير وياكم الآن إلى مخيم الشباب الصيفي التكنولوجي الذي طبعا أتى تحت تنظيم مجلس الفجيرة للشباب التابع للمؤسسة الاتحادية للشباب ضمن مبادرة مجمع أعمال الشباب، وطبعا كان ذلك في مركز وزارة الثقافة وتنمية المعرفة في الفجيرة. المزيد في هذا التقرير نتابع معا. نشكركم على هذا اللقاء الطيب، ونحن اليوم فخورين أن نقوم بهذا المخيم الصيفي الشبابي التكنولوجي التابع لمجلس الفجيرة للشباب، والذي يندرج تحت أحد مبادراتنا وهي مجمع أعمال الشباب. طبعا انطلق هذا المخيم الصيفي الشبابي في تاريخ 29/7 وممتد إلى 7/8 بإذن الله. يندرج تحت هذا المخيم 4 برامج تدريبية ودورات في الذكاء الاصطناعي، كذلك في برامج طباعة 3D printing وتطوير الألعاب لل 3D، وكذلك إعداد البرامج وتطوير البرامج اللي خاصة بال 3D printing، وكذلك في إنترنت الأشياء. طبعا اليوم نحن الفئة المستهدفة لدينا في مجلس الفجيرة للشباب اللي هم فئة الشباب من عمر 15 أو 18 عام إلى حد 35 عام، وما شاء الله اليوم نحن فخورين بمشاركة أكثر من 100 شاب وشابة في هذا المخيم منذ بدايته. طبعا هناك العديد من الأهداف والرؤى اللي نحن نرتئيها من هذا المخيم، هو تطوير وصقل مهارات الشباب في المجال التقني التكنولوجي، كذلك قضاء وقت فراغ الشباب خلال فترة الصيف. مثل ما تعرفون اليوم نحن عندنا فترة الصيف ما شاء الله طويلة، فنحاول قدر الإمكان جذب الشباب للمشاركة في مثل هذه البرامج والدورات اللي لها دور كبير في تطلعات حكومة دولة الإمارات للمستقبل. شاركت في ورشة الـ 3D Printing واكتسبت المهارات مثل استخدام برامج متخصصة للتصميم نماذج ثلاثية الأبعاد واستخدام طابعات ثلاثية الأبعاد لمحاكاة هذه النماذج. شاركت أيضا في ورشة إنترنت الأشياء. هالورشة تتيح لنا نتعرف على الجيل الجديد من الإنترنت اللي هو التفاهم بين الأجهزة. استفدت من هذا البرنامج كيف نطور البيئة المحيطة فينا ونخليها بيئة ذكية تشتغل على الذكاء الاصطناعي. سجلت في مخيم شباب الصيف التكنولوجي في مجلس الفجيرة للشباب، وشاركت في ورشة تصميم وتطوير الروبوتات. في اليوم الأول بدأنا في أساسيات البرمجة، ومن ثم تعمقنا شوي وبدأنا في تركيب الحساسات واستعنا بالبرمجة فيها. آخر شيء كان تصميم وتركيب الروبوت يتحرك بدون أي تحكم، وركبنا الحساسات فيه وبرمجناه على أساس أنه يتحرك، ولما في شيء يوقف أمامه يوقف ويرجع يتحرك للخلف. مشاهدينا الكرام، في هذا العصر الرقمي الذي تنتشر فيه طبعا وسائل كثيرة، منها وسائل التواصل الاجتماعي في الانترنت، انتشارا هائلا شاع مفهوم التجارة الإلكترونية التي تتيح العديد من المزايا. التجارة الإلكترونية هي واحدة من أهم معالم عصرنا هذا، والتي طبعا هي نتاج تزاوج بين التكنولوجيا الحديثة والإنترنت مع فكرة التجارة التقليدية. لا تقف أيضا هذه التجارة الإلكترونية عند هذا الحد، إذ أن الآفاق التي تفتحها التجارة الإلكترونية أمام الشركات والمؤسسات والأفراد لا تقف طبعا عند حد معين. بنتعرف أكثر عن هذا الموضوع مع طبعا ضيفتنا في الاستوديو الدكتورة
أمنية سالم أستاذ بالكلية البريطانية بأم القيوين. أهلا وسهلا فيك دكتورة. أهلا وسهلا. حياك الله، سعيدين جدا بوجودك. طبعا هناك مفاهيم كثيرة ومتنوعة، يعني وفي كل مدرسة هناك مفهوم مختلف. بداية حدثينا عن مفهوم التجارة الإلكترونية. مبدئيا مفهوم التجارة الإلكترونية زي ما هو متشكل كده مقسوم من حاجتين، تجارة وإلكترونية. تجارة معناها مش بس عمليات البيع والشراء، التجارة هي كل ما يتعلق بتداول السلع والخدمات. نعم. بكل العمليات الفرعية سواء بتجارة تقليدية أو تجارة إلكترونية. نعم. إضافة عليها كلمة إلكترونية، إلكترونية معناها أن تتم هذه العمليات اللي عمليات التجارية من خلال وسائل حديثة، وسائل إلكترونية يعني كمبيوتر وإنترنت وذكاء اصطناعي اللي هي برامج الأبس المختلفة. تمام. وده طبعا عطى شكل جديد ومختلف للتجارة، فأصبح عندنا نوعين من التجارة، تجارة تقليدية وتجارة إلكترونية. التجارة الإلكترونية أول ما ظهرت حققت تأثير كبير جدا على كل الأفراد والمجتمعات، لأنها أكيد بتوفر وقت وجهد وتكلفة وأسهل. وللأسف أن كل الأفراد دلوقتي مش بس في وطننا العربي بدأوا يتجهوا لما هو أسهل، ومع ضغوط الحياة وأن ما فيش وقت وجهد، يعني ما فيش وقت كتير أنك تلف في الأسواق والمولات وغيره، بدأت الناس تستسهل فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية، لأن من خلال أبس أنت بتقدر تشتري كل صحيح. احتياجاتك. ومن هنا هي قدرت أنها في البداية أنها تحقق نجاح كبير وأرباح هائلة، بس بعد شوية تأثير التجارة الإلكترونية تراجع كتير. تراجع بسبب التحديات والمشكلات اللي ظهر منها، لا سيما ما يعرف بالتسويق الوهمي. نعم، بنتكلم أكيد عن هذه التفاصيل أكثر، كل طبعا جزء على حدة. مميزات التجارة الإلكترونية والتي طبعا تفتقدها التجارة التقليدية ما هي؟ أكيد أن التجارة الإلكترونية يعني مغلفة بالعديد من المزايا. نعم. ومنها التوفير، إنها أوفر كتير من التجارة التقليدية. التجارة التقليدية علشان حضرتك تعمل مشروع أو تعمل محل بتتكلف كتير في تراخيص وعمالة وتكلفة تشغيلية من كهرباء وغيره وإيجار، إنما التجارة الإلكترونية ما فيهاش التكلفة دي، هو مجرد أبس وبرامج وبتتمكن من خلالها من إنك تقوم بكل العمليات التجارية اللي أنت عايزها، حتى تكلفة العمالة فيها والقائمين على تشغيل هذه البرامج أقل بكتير، فهي بتكون طبعا في التكلفة أقل. وغير كده في الحدود، ليس لها حدود. أنت لما بتعمل تجارة تقليدية بيكون المتجر أو المحل بتاعك محدود بالأريا والمنطقة اللي أنت فيها معينة. صحيح. إنما التجارة الإلكترونية ليس لها حدود، حتى بتكون عابر للدول. الناس دلوقتي حاليا حتى مشهور مثلا بعض البضائع التركية والملابس التركية مع دخول حتى العيد، يعني فبيشتروا بضائع من تركيا وبتوصل لهم من تركيا، بتوصل لهم من إنجلترا، بتوصل لهم من أمريكا، من الصين. نعم. فما فيش حدود، التجارة الإلكترونية ليس لها حدود، ومن ثم أنت بتوفر في التكلفة وبتعرف توصل لأكبر قدر ممكن من العملاء المباشرين والمحتملين. يعني بتقدر تتمكن من أنك تجتذب أكبر قدر من العملاء في نفس الوقت في أقل وقت ممكن، لأن بسهولة بأقل وقت ممكن من خلال وسائل الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي بتوصل أكبر قدر من العملاء، مش محتاجة كتير دعاية، مش محتاجة أصرف كتير على وسائل الدعاية والبروشورز والوسائل التقليدية علشان أوصل للعملاء، فبوفر وقت ووفر جهد وبتمكن من أنا أوصل أكسس، يعني سهولة الوصول للعملاء، وده طبعا بينعكس على نجاحي في الأرباح ونجاح إن أنا أتمكن من إني أعمل صناعة لإسم تجاري، وده اللي ما بتقدرش توفره لي الصناعة أو أو التجارة التقليدية بشكلها التقليدي. نعم، هناك طبعا مجالات كثيرة للتجارة الإلكترونية. خل البعض يعني يظن أن مثلا هي مقتصرة على السلع اللي ممكن يستخدمها أو على شيء معين، ما هي المجالات الواسعة التي طبعا تشملها التجارة الإلكترونية؟ الحقيقة أن المجالات التجارة الإلكترونية أصبحت متعددة جدا، أصبحت تشمل كل المجالات اللي ممكن تتخيلها، حتى بيع الخدمات. حتى بيع الخدمات، يعني كانت الأول أول ما ظهرت التجارة الإلكترونية كانت بس على نطاق محدود وهي السلع. دلوقتي التجارة الإلكترونية بقت على السلع، بقت على الخدمات، بقت بتشمل كل الجوانب اللي بتشملها التجارة التقليدية، بل زي ما أقول لحضرتك بل بقت أكثر ذكاء، بقت أكثر تنوع. صح. فما عادتش قاصرة على مجالات محددة، وتنوعت وخدت أشكال مختلفة، بمعنى إن التجارة الإلكترونية ما عادتش بس بين البزنس للمستهلك، يعني من بي تو سي، لا، بقت تشمل أكتر من كده. يعني كان الأول الشركات والمصانع بتتوجه وبتعمل التجارة الإلكترونية والأبس المختلفة عشان تسوق لمنتجاتها للأفراد، لا، دلوقتي بقت كمان من الشركات للشركات، من بزنس تو بزنس، يعني الشركات الموردة للشركات المنتجة، أي مشروع إنتاجي بحاجة إلى سبلاير، السبلاير ده بقت أوريدي السبلايرز بيستسهلوا، بدل ما أنا أعمل بإعلان من شركات تجارة تقليدية بقى بيوصل الكل وبيعمل
يعمل التسويق بتاعه من خلال التجارة الإلكترونية. فعندي التجارة الإلكترونية بتشمل من البزنس للأفراد، يعني المشروعات التجارية المنتجة للأفراد، ومن البزنس للبزنس، يعني من رجال أعمال لرجال أعمال، مشروعات تجارية لمشروعات تجارية، ومن المستهلك للمستهلك. حتى دلوقتي الأفراد المستهلكين أصبحوا دلوقتي هم كمان بيستخدموا التجارة الإلكترونية. صح. أقول لحضرتك مثلا مثال دلوقتي، لو حد عنده أدوات عايز يبيعها من البيت، حاجات من البيت، صح بيبيعها من خلال التجارة الإلكترونية، يصورها ويحطها ويبيع. صح. حتى الافراد اللي بقوا بيعملوا مشروعات متناهيه الصغر، وطبعا كل الشكر للشيخ محمد بن راشد لانه بيعمل مبادرات لتنميه وتعزيز الافراد على انهم يتوجهوا للمشروعات الصغيره والمتوسطه ومتناهيه الصغر، لان دي وسيله لتحقيق التنميه وتعزيز الدخل. فالافراد اللي بداوا يعملوا مشروعات الامنه اللي هي المشروعات المتناهيه الصغر والصغيره، بداوا يستخدموا التجاره الالكترونيه كوسيله جيده ورائعه للتسويق. فبقى مثلا بتعمل مشروع اكسسوارز من البيت، بتعمل مشروع ماكولات من البيت، اي المشروعات المتناهيه الصغر بقت تستخدم التجارة الإلكترونية للتسويق لمنتجاتها والبيع. مش بس البيع، كمان للتسويق للمنتجات. وعشان كده قلت لحضرتك التجارة الإلكترونية مش بس عمليات البيع والشراء، لا، كل ما يتعلق بعمليات تداول السلع والخدمات. يعني عملية التسويق، عملية المبيعات، الاسترجاع، الفيدباك، التقييم، مش بس مجرد بيع وشراء، مش بس طلب وعرض، كل ما يتعلق بعملية التجارة بكافة البروسيجرز بتاعتها، بكافة الإجراءات والوسائل. زي ما بقول لحضرتك تقييم، تقييم للسلع دلوقتي في التجاره الالكترونيه، بيقول لك السلعه كانت كويسه، طب تدي لها كام، طب ايه كانت تعليقاتك عليها، ده تقييم، فيدباك، ده بنعمل فيدباك، ده ريفرنس جروب، ده يعني جماعات مرجعيه، علشان مش بس يبيع ويعمل عرض وطلب، لا، عايز يقيم ويحسن ويطور. فالفيدباك الجماعات المرجعيه دي بقت وسائل التقييم كمان، مش بس طلب وعرض وتقييم، في كمان تسويق. دلوقتي بقت كل البيزنس، كل المشروعات التجاريه بتقوم بعمليه التسويق من خلال التجاره الالكترونيه، لانها اوفر وبتحقق انتشار اكبر واوسع، ولان الافراد دلوقتي بقوا بيعتمدوا على وسائل الالكترونيه اكتر بكتير من وسائل العاديه. صح. التقليديه. صح. انت حضرتك دلوقتي ممكن بتقعد كتير على الفيسبوك لكن ما بتقراش جورنال ورقي. صح. نعم صحيح. فمن ثم هو ليه يدفع تكلفه كبيره، هو شامل كل شيء حاليا بالضبط، هو ليه يدفع تكلفه كبيره في اعلان في تلفزيون او في جورنال زي زمان او في مجله، بقى دلوقتي بيعمل التسويق بتاعه على السوشيال ميديا، هو ده الاوفر والاوصل يعني اكثر انتشارا والاكبر قدره على الوصول للعملاء. نعم جميل. لكن نحن طبعا ذكرنا الان منذ بدايه اللقاء ايجابيات التجاره الالكترونيه، وذكرت انت قبل اول ما بدينا انه صار في تراجع. اذا لا شك ان لكل شيء معوقات، تحديات، وربما صعوبات قد تحدث لهذا يعني المجال. معوقات استخدام التجاره الالكترونيه وشو سبب تراجعها مثل ما ذكرت في بدايه الحوار؟ اكبر معوق هو ما يعرف باسم او مصطلح التسويق الوهمي. التسويق الوهمي هو ده السبب الكبير، ده جنب بقى القرصنة والسرقة. نعم. يعني احنا عندنا تحديين أساسيين، التسويق الوهمي والقرصنة وسرقة المعلومات والخصوصية. نعم. التسويق الوهمي يعني ايه حضرتك؟ يعني ان دلوقتي بعض المشروعات التجارية، وده طبعا اسلوب خاطئ، بعض المشروعات يعني بعض البزنس، رجال الأعمال والمستثمرين والشركات اللي بتروج وتبيع من خلال التجارة الإلكترونية بدأت تتبع الاسلوب ده. يعني مثلا، وده مثلا يعني كلامي ده ممكن تشعر به الفتيات والسيدات اكتر، لان احنا اكتر ناس بتشتري على طريق الانترنت. تلاقي مثلا الطقم مثلا حلل، ولا مثلا حاجه انت بتشتريها. نعم. صح، على الصوره حاجه وتجي لك حاجه. صح. اسال بقى اي حد يقول لك ده انا وقعت في ده كتير. نعم. تمام، ده شكل من اشكال التسويق الوهمي. نعم. يعني هو حاطط لك الصور بشكل وبمواصفات وبكرايتيريا مختلفه جدا، تيجي تشوفها على ارض الواقع بعد ما توصل لك، لا، هي انت بتستلم حاجه ثانيه. ده احد الحاجات اللي ممكن يعني تلمسها في التسويق الوهمي. الجوده بداوا يسوقوا عليها وهمي. الخصائص، الاسعار، كل شيء. حتى لما انت بتشتري منتج، بعض دلوقتي الابس دلوقتي انت بيوصل لك على انه بسعر، لما بتيجي تستلم تاخده بسعر ثاني، ويقول لك اصل ده تكاليف، واصل احنا عملنا مش عارفه ايه. اهو ده شكل من اشكال التسويق الوهمي. صحيح. ده شكل من اشكال خداع المستهلك. فالتسويق الوهمي هو اللي ادى، انا قلت لحضرتك اول ما بدانا ان التجاره الالكترونيه اول ما بدات نجحت نجاح كبير، واثرت تاثير ضخم على الافراد وعلى الشركات، فاتجهوا لها بقوه من خلال العمل والتعامل. يعني بداوا البيزنس يعمل من خلال التجاره الالكترونيه، والافراد تتعامل من خلال التجاره. صح. الالكترونيه. لكن اللي حصل دلوقتي ان حصل تراجع رهيب في التجاره الالكترونيه وفي التعامل مع التجاره الالكترونيه، لان
الثقة تراجعت. تراجعت. الأفراد تراجعوا صحيح. في الثقة في التجارة الإلكترونية. نعم. أنا بقيت أخاف أشتري. طبعا إيه اللي هيضمني إنه اللي هيجي لي زي اللي أنا شفته؟ صح. فرجعنا تاني ودي أحدث دراسات قام بيها المؤتمر الدولي لعلم الإدارة. قالك برغم إن التجارة الإلكترونية توقع لها زي ما حضرتك في البداية في المقدمة قلت آفاق رهيبة وتقدم هائل وبالذات مع يعني مع بزائم تقدم وسائل التكنولوجيا وظهور الذكاء الاصطناعي فكان اللي يتصور إن التجارة الإلكترونية هتراف وتزاوج هذا التقدم الهائل تكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتوصل لأفاق أكبر لكن الحقيقة أن التجارة عموما من يوم ما خلقنا على الأرض قايمة على الثقة أنت لو بتثق في حد هتشتري منه مرة واثنين صح. وثلاثة وهتصبح عميل دائم ليه ولو فقدت الثقة فيه عمرك ما هتروح تشتري عنده تاني وده اللي بيميز التجارة عن أي مجال آخر التجارة قايمة على الثقة التجارة الإلكترونية كان متوقع لها زي ما حضرتك قلت إنها يبقى لها مستقبل هائل لكن الحقيقة إن التجارة الإلكترونية وبالذات للأسف لا سيما في تطبيقاتنا العربية لأن ما زال عالميا مش بس عربيا مفيش قوانين قوية رادعة للرقابة والتحكم ومعاقبة التسويق الوهمي والغش التجاري الإلكتروني لسه مفيش قوانين قوية تحكم ده فده أدى أن يبقى فيه فوضى في عالم التجارة الإلكترونية تتساب لكل مستثمر وضميره كل رجل أعمال وضميره فأنت عارف الضمير أصبح متراجع فنتيجة ده أن الأفراد فقدوا الثقة في التعامل في التجارة الإلكترونية ورجعوا تاني للتجارة التقليدية يقولك لا أنا مش هشتري حاجة لما أشوفها لما أقسها لما ألمسها فالغش والتسويق الوهمي هو الأكبر تحدي أساء للتجارة الإلكترونية لا سيما أن السيئة بتعم يعني لما يبقى فيه أكتر من, من, من أبس أو أكتر من شركة بتسوق وهمي ده أدى أن أنا خلاص أنا بقى عندي حاجز نفسي للتعامل مع الأبس ومع التجارة الإلكترونية فأنا خلاص أنا مش هتعامل معها أنا هتعامل هرجع تاني أشتري في المولات وألف وضيع وقت وجهد بس أضمن ده طيب في الفترة التي نجح فيها أو نجحت فيها المواقع الإلكترونية والتجارة الإلكترونية أيضا صارت مشكلة لدى السوق الحقيقي أيوة التجارة التقليدية التجارة التقليدية في المولات في المحلات في صار في تراجع في إقبال الناس ماذا فعلت يعني الأسواق لكي تكسب أيضا هذا الجمهور اللي راح للتجارة الإلكترونية ممتاز بس أنا هقول لحضرتك حاجة السوق ده بقى مقسوم حاجتين مقسوم للمستثمرين الكبار والمستثمرين الصغار نعم. المستثمرين الكبار رحبوا جدا بالتجارة الإلكترونية بل مثلا حديك أمثلة ماكس مثلا وغيره وغيره وزارة وغيره هم اللي أصبحوا بيشجعوا للتجارة الإلكترونية فتجد مثلا زارة وغيره وماكس بيدوا أوفرز على إنك تشتري من الأبس أو من التجارة الإلكترونية عبر الوسائل الإلكترونية أكتر من إنك تروح التقليدي طب ليه؟ لأن هو مصلحته في إنه ينجح ويبيع إلكتروني لأنه هيوفر هيزيل من على كتفه نفقات بدل ما اقعد اجر في مولات بتكلفه ضخمه وعماله بتكلفه ضخمه وتامينات وغيره وغيره كتير التزامات انا من مصلحتي انا كمستثمر ان انا ومستثمر كبير ان انا اروج وابيع واتاجر الكترونيا فالمستثمر الكبير رجال الاعمال الكبار لا شجعوا جدا السوق المستثمر الكبير في السوق نعم. شجع وضغط على انه تنجح التجاره الالكترونيه لكن نعم. المستثمر الصغير اللي هو فتح محله ملهوش براند ملهوش اسم تجاري ده اللي خاف ده اللي زي ما انت قلت لحضرتك بقت دي بالنسبه له تهديد صحيح. لان خلاص الناس بقت تقل نزولها من على الاسواق المستثمر الصغير ده لما حتى حضرتك بتبقى نازل مثلا تشتري من محل معين او براند معين انت ممكن تعدي على محل بسيط او محل مستثمر صغير تلاقي عنده حاجه كويسه تشتريها لكن لانك ما بقتش بتنزل فهو ما بقاش لاقي حد صح بقاش بقى بصعوبه ان يجد اصلا عملاء يعني لا هو لاقي عملاء في السوق التقليدي ولا في الالكتروني برافو ولا الالكتروني لا صار لا ده ولا ده نعم عموما فالسوق منقسم في التعامل مع التجاره نعم عموما هو موضوع يطول ونحن يعني للاسف ما ادركنا الوقت ولكن سعدنا جدا بهذه المعلومات القيمه منك دكتوره امنيه سالم استاذ بالكليه البريطانيه بام القيوين شكرا جزيلا لك شكرا يعطيك العافيه مشاهدينا الكرام مستمرين معاكم ولكن نطلع لهذا الفاصل وبعدها راجعين خلكم معنا
حياكم الله مشاهدينا من جديد، وبنسير وياكم الحين إلى ورشة تدريب الممثلين اللي كانت بتنظيم من مسرح العائلة بالمكتب الثقافي والإعلامي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة خلال الفترة من 29 يوليو حتى 1 أغسطس. المزيد من التفاصيل معنا عبر الهاتف مباشرة الأستاذة خالدة مجيد، مخرجة مسرحية ومشرف النشاط المسرحي في المكتب الثقافي والإعلامي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة. أهلا وسهلا فيك أستاذة خالدة. اهلا وسهلا بكم، حياكم الله وشكرا جزيلا على هاي المتابعه المهمه بالنسبه للبناء المسرحي في دوله الامارات العربيه المتحده. حياك الله وتشرفنا فيك. بدايه نود التعرف معك بنبذه عن ورشه تدريب الممثلين في المجلس الاعلى لشؤون الاسره بالشارقه. بالحقيقة احنا فكرنا انه كيف نستغل اوقات الفراغ ونشغلها بالنسبة لمجموعة كبيرة من الاطفال بامور مفيدة وبناءة تفيد الطفل وتفيد المجتمع وتفيدنا احنا ايضا كمكتب ثقافي واعلامي وفرقة مسرح العائلة. احنا في المكتب الثقافي والاعلامي كيف نستطيع ان نفيد ونستفاد من الجانب الاخر في اكتشاف مواهب عديدة من خلال هذه الورش. تعرف أنت هذه الورش هي ورش فعالة ونتائجها مزدوجة، يعني المستهدف والهادف يستفادون الطرفين من هذه الورشة. من خلال هذه الورشة احنا قدرنا على أن نحصل على عدد من الأطفال الموهوبين اللي نستطيع أن نشاركهم كأعضاء ونطورهم في مسرح العائلة كأعضاء في مسرح العائلة، وإن شاء الله مستقبلا حالهم حال بقية أعضاء مسرح العائلة الممثلين والممثلات يقفون على خشبة مسارح الدولة. يعني كانوا الحقيقة فرحين جدا ونشطين جدا وعندهم كمية كبيرة من الحب والاندفاع لأن يكونون مشاركين ومساهمين في مثل هذه الورشات. نعم، ما هو أيضا دور مكتب الثقافي والإعلامي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة لتحفيز الأطفال على حب المسرح؟ بالحقيقة احنا ضمن الخطة الاستراتيجية للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالذات المكتب الثقافي والإعلامي هو تبني الأطفال، وأنا بالنسبة لي فئة الشباب من عمر 14 إلى 21 وبناءهم بناء فني إنساني لأن يكونون عناصر بناءة في المجتمع. أنا كمخرج هدفي أنه أبني الإنسان في الممثل وليس الممثل في الإنسان. لأنه بالحقيقة إحنا نحتاج إنسان صالح لكي يؤدي مهمة صالحة في هذا المجتمع، أيضا لأن يكون هو بالمستقبل قائد في هذا المجتمع ويكون قائد صالح ومتخطي جميع المشاكل والعواقب والانفعالات النفسية اللي أصلا يعني مر بها ويحاول أن يتخطاها ويكون إنسان بناء نستطيع أن نعتمد عليه في بناء مجتمع. هذا المجتمع يكون متطور وفعال في جميع المجتمعات على مستوى الدولة وعلى مستوى الوطن العربي وإن شاء الله على مستوى العالم. كيف أيضا يساهم مسرح العائلة في مناقشة بعض القضايا المجتمعية أستاذة خالدة؟ احنا في مسرح العائلة يعني إدارة لهذا المكان هدف الإدارة هو تسليط الضوء على المشاكل الاجتماعية التي تنتشر في مجتمعنا وخاصة بين فئة الشباب. هذه المشاكل هي عبارة عن آفات، إذا هاي الآفة أنت ما تقدر تسيطر عليها وتقطعها من الجذر راح تبني وتعشعش ويعني امورها دائما راح تكون سلبيه في المجتمع. هدفنا في مسرح العائله هو تسليط الضوء على هذه الافات الاجتماعيه واستخدام المسرح كوسيله بناءه للمجتمع، لان المسرح هو مدرسه وانت تعرف المسرح هو تاثير كبير جدا في بناء المجتمعات المجتمعات الكبيرة على مستوى العالم، لأن المسرح هو عنصر من أهم العناصر في تربية المجتمع وتربية الإنسان. فمن خلال هذا المسرح احنا نسلط الضوء
على المشاكل والآفات اللي تستدحل في فترات محددة من الزمن. نعم. ما نخلي إحنا الحلول، لكنه نضع المشكلة على الخشبة. نعم. ومن خلال هاي المشكلة نناقش الجمهور ما هو البديل، ما هو الحل. جميل. ما هو الناتج من هذا العرض المسرحي اللي أنتوا شفتوه. نعم. بالحقيقة إحنا مسرح تفاعلي، يعني دائما نكون متفاعلين مع الجمهور. نحن النصف. جميل. على الخشبة والنصف الآخر هو الإنسان الجالس في القاعة. جميل جدا. أيضا من خلال يعني وجود الأطفال في هذا المسرح ووجود مثل هذه المواضيع المجتمعية يشكل وعي لدى هؤلاء الأطفال، كيف تعملون على ذلك؟ احنا نعمل على تطوير وتنمية الخلايا الخاملة في الدماغ وتفعيلها وتطويرها وجعلها خلايا بناءة وفعالة، وخاصة عند الأطفال. يعني احنا هدفنا هم الأطفال، من خلالهم احنا ومن خلال مشاركتهم وتحفيزهم، ايضا من خلال مشاركتهم اي نسمعهم في طرح مشاكلهم. نعم. وطرح همومهم وما يعانون من عندهم كأطفال. نعم. زين، وما هي المشاكل اللي تواجههم وما هي المشاكل الكبرى اللي تواجههم في المجتمع، مثلا. جميل. استخدام الايبادات، استخدام التليفونات، الاستخدام السيء او الصحيح لها، كيف احنا همنا ووجودنا كيف نتعامل مع هذا الطفل لكي نجعل هذه الحاجه اللي في ايده هي حاجه بناءه وليست هدامه. جميل جميل جدا. هذه الورشة احنا اللي عملناها، حاولنا من خلالها، انا كمخرج حاولت من خلالها والحمد لله وفقت في ذلك، انه عندي المتوقع كان من 15 الى 20. نعم. طفل، لكنه تفاجئنا ب 73 طفل. ما شاء الله. يعني انا يوميا اخلي 73 طفل يترك الايباد ويترك التليفون من ايده لمده في الساعات. حلو. يعني حلو. اي، وايضا خليته يصحى، لانه تعرف هاي هسه الاطفال بالاجازه نايمين جميعهم في النهار، خليتهم يصحون ويتناولون وجبه فطورهم لان ممنوع من المشاركه. حلو. بدون تناول الفطور ويتناولون جدا. وجبه فطورهم يلا يدخلون هذه الورشه. نعم. فهذا ايضا حفزهم على بناء يعني سيستم جديد في حياتهم. نعم. جميل، اكيد دوركم كبير استاذه خالده. يعني اصحى وتفاعل مع المجتمع، لا تبقى نايم. رائع جدا، شكرا لك استاذه خالده مجيد، مخرج مسرحي ومشرف النشاط المسرحي في المكتب الثقافي والاعلامي بالمجلس الاعلى لشؤون الاسره بالشارقه. شكرا جزيلا لك. اهلا وسهلا بكم. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، تواصل اللجنة الوطنية للانتخابات ورشها التدريبية لأعضاء الهيئات الانتخابية، حيث نظمت أول أمس بدبي ورشة تدريبية للمواطنين الراغبين للترشيح أنفسهم لعضوية المجلس الوطني الاتحادي لعام 2019. طبعا شهدت تفاعل بين الحضور وتناولت مختلف الاستفسارات حول المراحل الانتخابية، وكان ذلك بنادي ضباط شرطة دبي. المزيد في هذا التقرير. شكر لكم هذا اللقاء. فيما يتعلق بالورشة الثالثة في الحقيقة للإخوان أعضاء الهيئات الانتخابية الناويين إن شاء الله لخوض قمار الانتخابات 2019، تأتي تسايرا مع استراتيجية اللجنة الوطنية في أن توعية جميع الأطراف المعنيين بالانتخابات بجميع الإجراءات اللي يجب أن تتبع في المرحلة القادمة، وخصوصا في عملية التسجيل والحملات الدعائية للانتخابات. ومثل ما شفنا اليوم التفاعل جيد، هناك عديد من الأسئلة اللي وجهت لسعادة الوكيل في هذه الورشة، واللي تنم في الحقيقة عن اهتمام ووعي وظهور في الحقيقة ثقافة مبشرة في الإمارات، وهي ثقافة المشاركة السياسية بين المواطنين. فيما يتعلق ما هو المطلوب
للاخوان اللي ناويين لعمليه الترشح في المرحله القادمه. لا شك ان مقبلين نحن في تاريخ 18/22 على مرحله تسجيل المرشحين، وهذه المرحله مهمه يجب ان يتجهز او يحضر لها كل ناوي او كل شخص ينوي للترشح، ويحضر جميع المستندات والوثائق المطلوبه لتقديمها حتى ان شاء الله ياتي للمركز تسجيل المرشحين ويكون جاهز بهذه الوثائق. ايضا فيما يتعلق ببرنامج الحمله الدعائيه يجب ان يلتزم بالمواعيد المحدده، ويجب ان تكون هذه البرامج الانتخابيه تلبي وتوافق جميع الاشتراطات اللي في الحقيقه اشترطتها التعليمات التنفيذيه للانتخابات، وان يبني هذا البرنامج من خلال حسه الوطني على أن برنامج الانتخابات هو برنامج وطني، ليس الهدف فقط هو الفوز، ولكن الهدف خدمة هذا البرنامج الوطني اللي أطلق صاحب السمو رئيس الدولة، والذي إن شاء الله قاعد ينمو سنة بعد أخرى، ويظهر أن التجربة الإماراتية في مجال انتخابات المجلس الوطني تسير وفق الرؤية اللي وضعها صاحب السمو رئيس الدولة. والحين بنسير وياكم لهذا الحدث العالمي، وهو الاحتفال باليوم العالمي للتوائم. هو طبعا يوم خاص بالتوائم البيولوجية، تم الاحتفال به أول مرة بولاية أوهايو الأمريكية في العام 1976. غالبا ما تنظم هذه المهرجانات في نهاية أول أسبوع من شهر أغسطس للاحتفال بهذا اليوم. الحديث أكثر والتعرف على المزيد طبعا من التفاصيل حول التوائم، نرحب به الدكتور أحمد البهوتي المدير الطبي لمركز إيب للإخصاب واستشاري طب للإنجاب والعقم. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك، حياك الله. سعيدين جدا بوجودك. أنا أسعد فندم. الله يحفظك. موضوع جميل ورائع، وفعالية يعني تقام، رأيت يعني كذا فيديو عن حول هذا الموضوع. بداية قبل أن ندخل في اليوم العالمي للتوائم، خبرنا بكيفية كيف يحدث الحمل بالتوائم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا عشان نفهم حدوث التوأم نفهم حدوث الحمل الطبيعي. نعم. حدوث الحمل الطبيعي بيبقى بويضة بتخصب بحيوان منوي، وبيتم مجموعة انقسامات للخلايا، الخلايا دي بتكون الجنين وبتكون المشيمة اللي بتغذي الجنين. نعم. وبيتم التصاق المشيمة أو علاقة المشيمة داخل الرحم، وبيصير حمل بإذن الله وبتم لغاية الولادة. نعم. بالنسبة للتوأم هو ظاهرة استثنائية، ولي كما هو معروف لي نوعان، في نوع شائع شوية بيحصل في حوالي نسبة 1 لـ80 أو 1 لـ100، ده اللي هو التوأم الغير متماثل، وده بيبقى نتيجة زي ما بيحصل في الحمل العادي للفرد إن في بويضة بتخصب بحيوان منوي، بيبقى في بويضتين بتخصب كل واحدة بحيوان منوي منفصل، وبيتم ان هم بيبقوا اخوات غير متشابهين، كل واحد ليه الماده الوراثيه المنفصله الخاصه بيه، ولكن بيعلقوا في الرحم في نفس الوقت، وبيتم الحمل بيهم لغايه الولاده. في ظاهره اكثر يعني ندره شويه، بتحصل تقريبا لكل 300 حمل واحد، بيبقى اللي هو التوأم المتماثل، وده بيبقى يعني يعتبر حاجه شائعه اكثر، لا نادره اكثر، نادره اكثر، وده بيبقى يعني حتى بالنسبه لنا بتبقى حاجه اكسبشنال بشكل كبير، لان هو بيبقى بويضه بتخصب بحيوان منوي واحد، وفي اثناء مراحل الانقسام بيتم ان هو فصل للخلايا كانهم جنينين منفصلين. ساعات بيتم الفصل ده في أول 3 أيام فبيبقوا منفصلين تماما بمشيمة منفصلة. نعم. ساعات بيحصل فيما بعد فبيبقى بيشاركوا في المشيمة. في الأندر منه وهو إن هم يبقوا مشتركين في عضو من الأعضاء، وهو ما يعرف بالتوأم السيامي. ودي بتبقى نادرة جدا، بتبقى حوالي نسبتها من 1 لـ50 أو لـ100 ألف حمل. نعم جميل. بالنسبة لأنواع التوائم، وأيضا مثل ما ذكرتها هناك أنواع يتشابهون في الشكل، وفي توائم منفصلين تماما عن بعض، هل وذكرت أيضا يعني مفهوم التوأم السيامي، نبقى نركز عليه أكثر ونفصله هذا التوأم. التوأم السيامي
هو طبعا كل ما كان في اشتراك في عضو يعني مثل يعني احيانا هل تقصد الملتصقين يعني ولا بالنسبه نعم. للسيامي هو في فتره من الفترات تاخر الانفصال يعني هو لما بيبقى في تاخر زي ما قلت لحضرتك ان هو كل ان التوأم المتماثل نتج نتيجه بويضه وحيوان منوي اصبح زيجوت وبعدين الزيجوت ده بينقسم علشان كانه بيكون جنين واحد في مرحله من المراحل بينقسموا كانهم جنينين في البدايه بيبقى فيه لو هو الانقسام حصل ما بين 3 ل7 ايام بيبقى بيشتركوا في المشيمه لو تاخر الانقسام بعد 11 و12 يوم بيبقى فيه اعضاء ابتدت تتكون فلما بينقسم بيبقى فيه اعضاء مشتركه ساعات بيبقى الجزء من الراس مشترك ساعات بيبقى العمود الفقري مشترك ساعات بيبقى اخر العمود الفقري بس ساعات بيبقى القلب واحد فطبعا هو حاجه نادره جدا وهي يعني بنشوفها يعني طبعا حتى تشخيصها ساعات بيبقى ممكن يعدي من الطبيب أثناء المتابعة لازم يبقى يخلي باله إن هو بيشوف إيه توأم ده مشتركين في إيه وبيبقى لازم ليها استعدادات خاصة ومراكز خاصة وساعات بيلجأ بعض الأطباء للتضحية بعد الولادة في جنين لحياة جنين آخر وساعات بيتم فصلهم بنجاح كل حالة وليها ظروفها وطبعا تستلزم الولادة في مركز متخصص لأن ممكن تبقى عملية الفصل تحتاج سرعة وفي بعض طبعا في حالات نادره اللي احنا بنضحك عليها وبنشوفها ان هم عاشوا الاثنين واثنين ملتصقين ولكن دي النوادر العجيبه يعني. هل العامل الوراثي له دور ايضا في دور الحمل بالتوأم؟ طبعا هو في عوامل كثيره من ضمنها العوامل الوراثيه وسن المراه في بعض الاحوال فوق 35 ولكن دي كلها عوامل للتوأم الغير متماثل لان بيبقى في بعض السيدات العائلات بتاعتهم فعلا تلاقي ان هو بيجيبوا توائم اكثر لان التبويض بيبقى اكثر من بويضه طلعت في اثناء الدوره طبعا برضو سن المرأة لو عدى سن 35 بيبقى في بعض الأحوال بيبقى ممكن يطلع أكثر من بويضة ولكن طبيعيا دي برضو نادرة شوي بالنسبة أيضا لليوم موضوع التوائم يعني يقال أنه أصبح بالإمكان بالتدخل الطبي أن يعني المرأة بإمكانها تختار هل تريد أن تنجب بتوأم أو طفل واحد خبرنا عن هالموضوع طبعا السؤال بيتردد علينا في العيادات أن بعض السيدات يجوا أنا عاوزة توأم أنا عاوزة أكثر ساعات في ناس عاوزة أكثر من كده لأن هو في رؤية ممكن ما تكونش كاملة عند المريض أو عند السيدة أو على الأسرة ما وراء التوأم نعم. فإمكانية أن احنا نساعد في حدوث توأم موجودة بس احنا بنعتبرها أنها يعني مضاعفة طبية نعم. أو أن وطبعا هو الدور الطبي زود حدوث التوأم يعني بدون قصد في زيادة الحمل طيب. يعني في أن هو يعتبر يعني سايد افكت أو هو ياتروجينيك ان هو ان احنا في بعض الحالات بتحتاج تنشيط تبويض فلما بندي تنشيط التبويض بيزود عدد البويضات اللي طالعه فبيزيد فرص حدوث التوأم برضه في حالات مجال تخصص الدقيق اللي هو الحقن المجهري واطفال الانابيب في بعض الاحوال بنلجا ان احنا ننقل اكثر من جنين وده برضه بيزود فرص حدوث التوائم طبعا إذا أعطني إجابة واضحة شوي يعني بإمكانكم تدخلون في هذا الأمر كله بأمر الله سبحانه وتعالى ما فيش حاجة أكيدة حتى أكيد. لو نقلنا جنينين حتى لو نقلنا ثلاثة الله أعلم مين اللي يعني هناك في ممكن بعض في بعض بنزود الفرص ولكن أكيد في النهاية كله بأمر الله لا شك طبعا. وبإذن الله تعالى هل ينصح اليوم مثلا بعمل مثل هذه خلنا نقول التدخلات ببعض الحريم يعني وهذا سمعته أن ودها مرة واحدة تحمل مثلا تيب طفلين وبعد 4 سنوات تجيب طفلين وترتاح مثلا بحيث أنه يكون التعب واحد فخبرنا عن مثل هذه المواقف اللي أكيد صارت لكم يعني مزبوط. طلبت منكم يعني زي ما بقول لحضرتك ما هواش النتيجة المثالية هي نعم. حدوث توأم إذا هناك مضاعفات يعني طبعا وحتى في وحدثت هذه المضاعفات شهدتها أنت طبعا شهدناها وطبعا مذكورة والعلم بيأكدها والدول حتى يعني الدول الأوروبية عاملة
حد في التنظيم نقل الأجنة إن هو لا يعني في سن معين لا يزيد عن واحد، في سن تاني يبقى لا يزيد عن اثنين، في دول منع أكثر من اثنين تماما. في دولة الإمارات في تنظيم ومعايير لنقل الأجنة، حتى إن احنا أقل من سن 30 وفي المرضى الذين نرجو فيهم فرص عالية في الحمل المفروض ما ننقلش أكثر من واحد، وبرضو بعد كده ما ننقلش أكثر من اثنين. نعم. وفي ظروف خاصة جدا مثلا مريضة فوق 40 سنة فيها أكثر من محاولة غير ناجحة لأطفال الأنابيب فممكن ننقل أكثر من اثنين، لكن القاعدة واحد وعلى الأكثر هو اثنان. نعم. شو هي المخاطر التي ربما قد تتعرض لها الأم إذا مثلا كانت حامل بطفل واحد أو توأمين؟ طبعا هو الحمل نفسه فيه تعب أكيد مخاطر. مظبوط. فطبعا المخاطر دي بتزيد مع التوأم وبالذات تزيد مع تعدد الأجنة الأكثر. نعم. من اثنين. المخاطر دي على الأم وعلى الأجنة اللي عندها. فلو احنا بنتكلم على الأم، كل أعراض الحمل بتزيد عندها، من القيء قد تصل إلى قيء مستعصي، من تقل، من في برضو بعض المشاكل الصحية كضغط دم مرتفع، كحدوث أنيميا، كحدوث سكر حمل. بالنسبة للجنين بقى الأجنة طبعا فرص الإجهاض أكثر، فرص الولادة المبكرة أكثر، ودي طبعا مشكلة كبيرة جدا بالذات لو أكثر من جنينين. فبيبقى أساسا جنينين بس الولادة زحمة. المبكرة اللي هي ثلاثة وأربعة الأجنة. نعم. يعني 60% من حالات التوأم بتولد قبل 37 أسبوع، وده يعتبر ولادة مبكرة. صح. في وجود محاضن كويسة طبعا فرص إن هم يعيشوا أكثر، ولكن بنيجي نحسب في تكلفة. صح. في إرهاق على الأجنة. نعم. في إرهاق على الأسرة، بعد الولادة في إرهاق على الأسرة. صح. فاللي أنصح به إن احنا نقسم الحمل، عاوزين نحمل أربعة نحملهم على أربع مرات. نعم. أفضل. الله يكتب في الخير يا رب رزق الجميع إن شاء الله. شكرا لك حضورك معنا الدكتور أحمد البهوتي مدير الطبي لمركز إيف للإخصاب واستشاري طب الإنجاب والعقم. شكرا جزيلا، شرفنا بحضرتك، فرصة سعيدة. مشاهدينا الكرام نستمر معكم، ولكن بعد هذا الفاصل خليكم معنا. حياكم الله مشاهدينا من جديد، بنسير وياكم الآن إلى دور قسم حماية المستهلك في التحقق من الفاتورة الضريبية بهدف توعية المستهلكين وحمايتهم من الاستغلال وأيضا الالتزام في قطاع الأعمال بالنظام الضريبي. تمت طبعا الموافقة على إصدار فاتورة ضريبية معتمدة لعدم رفع الأسعار بصورة غير مبررة. للمزيد من التفاصيل نرحب بضيفنا في الاستوديو السيد جمال رئيس قسم الدكتور طبعا السيد جمال عبد الناصر رئيس قسم حماية المستهلك. أهلا وسهلا فيك، حياك الله. سعيدين جدا بوجودك، الله يحفظك. بداية نبغى نعرف المشاهدين بنظام النظام الضريبي. حقيقة أن النظام الضريبي ظهر أول مرة في دولة الإمارات في آخر 2017. نعم. في الربع الأخير ل 2017. قبل كده كانت الضريبة دي ملهاش وجود خالص في دولة الإمارات، بل هي حديثة نسبيا في المجتمعات يعني. نعم. والضريبة طبعا بتعريفاتها في الكتب هي مبلغ نقدي يحصل بشكل نهائي. نعم. لا رجعة فيه وبقوة القانون، ومن التعريف بنطلع منها العناصر الدالة عليها، فهي مبلغ نقدي ما ينفعش يكون شيء عيني. يبقى الضريبة لازم تكون مبلغ نقدي يحصل بشكل نهائي يعني لا رجعة فيه، تمام. وبقوة القانون لازم قانون ينظم. نعم. وظهر اثنين كبار جدا في الموضوع ده نظموا الموضوع ده، هو جان جاك روسو وإيميل دوركايم. جان جاك روسو قال ان الضريبة ده اساسها اتفرضت عشان تنظم العلاقة بين الحاكم والمحكومين. فالعلاقة بين الحاكم والمحكومين بتحتاج مصاريف للدفاع والامن والجيش، فلذلك الحاكم بيفرض على المحكومين ضريبة يمول منها القطاعات دي. إيميل دوركايم قال لا، الموضوع مش كده خالص، الموضوع مجرد موضوع خدمي، ان في مؤسسات بلديه بتشتغل يبقى بتحتاج ضرائب. الاثنين ما بيتعارضوش مع بعض، لكن الاثنين بيكملوا بعض. تمام. من هنا بنعرف ان الضريبه بتختلف عن الرسم، لان الرسم لازم يكون له مقابل، لكن الضريبه ما لهاش مقابل. نعم. بالنسبه لي طبعا هناك في ضريبه انتقائيه وايضا ضريبه مضافه، ما الفرق بينهما؟ هو لما ظهر قانون 7 لسنة 2017 في الدولة كلم عن النوعين دول. أول حاجة اتكلم عن الضريبة الانتقائية في قانون 7،
بعدها على طول في نفس الوقت ظهر قانون 8 بيتكلم عن الضربه الانتقائيه. نعم. وبعد كده ظهرت القواعد التنفيذيه بتاعته اللي هي 52 سنه 2017. نعم. فقانون 7 لسنه 2017 اتكلم عن الضربه الانتقائيه، وهي ان انا انتقي سلعه معينه وافرض عليها ضريبه بنسب معينه. نعم. وهنا في الدوله اختاروا ثلاث انواع من السلع وفرض عليهم ضرائب. اول نوع من السلع كانت منتجات التبغ ومشتقاتها. نعم. وفرضوا عليها ضريبه 100%. تمام. نعم. بعد كده المشروبات الكحوليه ايضا اتفرض عليها 100%. نعم. بعد كده المشروبات الغازيه اتفرض عليها 50%. ودي الثلاث قطاعات وانتقائيه يمكن لاسباب صحيه، يعني نعم. اختيارها كان لاسباب صحيه، يمكن هي بتضر الصحه، فاتفرضت عليها ضريبه عاليه جدا. بعد كده ظهرت الضريبه بتاعه القيمه المضافه وكانت بسيطه جدا 5% على كل السلع فيما عدا السلع المعفاه اللي احنا هنبينها دلوقتي. نعم. وده بقانون 8 لسنه 2017. ما هي القطاعات المعفيه؟ القطاعات المعفيه من الضريبه الانتقائيه، اولا كل السلع معفيه من الضريبه الانتقائيه ما عدا ثلاث سلع اللي احنا ذكرناهم دلوقتي. نعم. القطاعات المعفيه من ضريبه القيمه المضافه بنلاقي اربع حاجات ليها خدمات القطاع المالي، يعني مثلا لو حول فلوس من مكان لمكان ده معفي، النقل عليه معفي. لكن الخدمه نفسها ممكن يكون عليها ضريبه. الخدمه نفسها ممكن يكون عليها ضريبه، لكن تحويل الفلوس نفسه ما عليهوش ضريبه. الاراضي السكنيه الفضاء، الاراضي الفضاء ما عليهاش ضريبه. العقار السكني ما عليهوش ضريبه. النقل المحلي للركاب ايضا ما عليهوش ضريبه. تمام. دول الثلاث قطاعات، الاربع قطاعات في القيمه المضافه معفيين، وهناك كل السلع ما عدا الثلاث سلع اللي احنا ضربناها. طيب لو احنا عايزين نشرح نقول ايه هي اصلا القيمه المضافه. القيمه المضافه بتيجي، يعني على سبيل المثال الكرسي ده، الكرسي ده وقت ما كان خشب وليكن مثلا سعره دلوقتي 300 درهم افتراضا. نعم. يعني نعم. هو وقت ما كان خشب كان ب 100 درهم. نعم. تمام. وهو ب 100 درهم التاجر اللي طلع الخشب نفسه الدوله بتقول له انت هتبيعه بكام؟ هيبيعه ب 100 درهم عليه 5% يعني 5 دراهم. تمام كده، يبقى دي الدوله خدت منه 5 دراهم. نعم. لما راح للمصنع عشان يتصنع ويبقى خشب هيتصنع منه الكرسي وليكن مثلا هيبقى ب 200 درهم. نعم. فالدوله تقول له كده انت عليك 5% في ال 200 يعني 10 درهم. نعم. فتنقصته الخمسه الاولانيين ويبقى عليه 5 بس. نعم. تمام. بعد كده يروح لتاجر التجزئه اللي انا هشتريه منه الكرسي ده ب 300 درهم، فياخدوا منه بكام؟ ياخدوا منه ب 300 درهم، ب 315 هو. نعم. دفع 10 قبل كده. نعم. فلذلك هي على كل ما اضيف للسلعه، هي اسمها قيمه مضافه على كل ما اضيف. طيب. للسلعه. في فرق بينها وبين ضريبه المبيعات. ضريبه المبيعات ممكن اتهرب في اي جزئيه فتبقى انا خسرت كل الايه الضريبه، لان هي شبيهه بضريبه المبيعات. لكن القيمه المضافه لو انا في تهرب في احد الجزئيات اللي احنا شرحناهم، ففي الحاله دي انا مش هخسر الباقي. يعني ممكن اتهرب في جزئيه لو في تهرب يعني ضريبي، وده طبعا موجود في كل دول العالم، فمش هخسر بقيه القطاعات، بقيه القطاعات اللي هتدفع لها ضريبه. جميل جدا. بالنسبه ايضا للفاتوره الضريبيه وما هي اشتراطاتها؟ الفاتوره الضريبيه الهيئه الاتحاديه للضرائب فرضت اربع حاجات لازم ضروري يكونوا موجودين في الفاتوره الضريبيه. انا ككاستمر لازم وانا داخل اول حاجه ابص على الفاتوره، هل مكتوب عليها عباره فاتوره ضريبيه؟ يعني لازم الفاتوره نفسها يكون مكتوب فيها العباره دي، يا اما بالانجليزي تاكس انفويس يا اما عباره الفاتوره الضريبيه. لو مش موجوده العباره دي ما تدفعش ضريبه، ده اول حاجه. ثاني حاجه ابص على التي ار ان اللي هو رقم التسجيل الضريبي، هل موجود في الفاتوره بتاعتي رقم تسجيل ضريبي ولا مش موجود رقم تسجيل ضريبي؟ لو مش موجود رقم تسجيل ضريبي برضك انا ما ادفعش الضريبه. تمام. ثالث حاجه ابص على الايتمز، كل ايتمز من الحاجات اللي انا اشتريتها دي، هل هي على الرف على الستاند فيها ضريبه ولا ما فيهاش ضريبه؟ لو ما فيهاش الضريبه على الرف انا ما ادفعش الضريبه برضك. رابع حاجه لازم في الاجمالي يحدد لي ايه اللي انا دفعته وايه ضريبته وايه الاجمالي. لازم من الاربع حاجات اللي انا قلتهم دول، اي حاجه من الاربعه دول ما توفرتش هو بيعرض نفسه كده للعقوبه اللي هي حددتها حوالي 5000 درهم. نعم. تفضل. بالنسبه للعقوبه بما انك ذكرتها 5000 درهم، هل هي قيمه ثابته ولا لكل على فاتورة. حسب لكل فاتوره؟ لكل فاتوره 5000 درهم بغض النظر عن قيمتها. بغض النظر عن قيمتها دي 5000 درهم غير العقوبه الثانيه. شو العقوبات؟ في عقوبتين. في عقوبتين القانون 7 فرضهم. اول عقوبه لو انا بتهرب من الضريبه 5 أضعاف الضريبه دي عقوبه بالاضافه للحبس. يبقى حبس زائد 5 أضعاف الضريبه، يعني لو متهرب من ضريبه 20000 درهم يحطوا له 100000 درهم عقوبه. أوف ماليه. أوف أوف. زائد الحبس. دي العقوبه اللي قانون 7 حطها. الهيئه نظمت بعد كده لو في مثلا تي ار ان مش موجود، لو انا نسيت احط التي ار ان في الفاتوره الضريبيه بتاعتي دي عليها 5000 درهم على الفاتوره الواحده، ودي شديده جدا لان ممكن اكون مطلع 100 فاتوره 200 فاتوره 300 فاتوره، اضرب كل فاتوره في 5000 درهم، الرقم بيبقى ضخم جدا. نعم. مع التهرب الضريبي يعني.
نعم، وشو هي التوصيات في قسم حماية المستهلك للمستهلك الضريبي؟ أول حاجة بنقول للعميل دايما احتفظ بالفاتورة بتاعتك، خد الفاتورة واحتفظ بها كويس، لأن الفاتورة دي هي الإثبات الوحيد اللي أنا هقدر من خلاله أعرف أنت صح ولا غلط. تمام. تاني حاجة بص دايما على الفاتورة بتاعتك، شوف هل الفاتورة دي فيها التسجيل الضريبي، رقم التسجيل الضريبي. لو ما فيش عندك رقم تسجيل ضريبي ما تدفعش ضريبة. بص على الفاتورة بتاعتك، هل متسجل فيها الأيتيمز زي العرف، ولا في خلاف بين اللي عرف واللي الكاشير طلعه لك. لو في خلاف ما تدفعش ضريبه، لازم على طول توصل لحمايه المستهلك وتعرفه الموضوع ده، لان هو كده في تهرب ضريبي. نعم، نحن اكيد نتمنى ان المشاهدين يستفيدون من هذه التوصيات وكل النصائح ومعلومات مهمه، يجب ان يكون عنده وعي المستهلك تجاهها بحيث يحفظ حقه. أيوة. وايضا الحق العام. شكرا لك. نعم. دكتور السيد جمال عبد الناصر رئيس قسم حمايه المستهلك في بلديه الفجيره، شكرا جزيلا. يعطيك العافيه، ما قصرت. مشاهدينا الكرام، وصلنا وياكم لختام حلقتنا لهذا اليوم، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، نلقاكم ان شاء الله غدا في نفس الموعد في امان الله ورعايته.